مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر هنا من مدينه الدشيره الجهاديه. كما كتشوفوا اخواني الكرام، اليوم جينا في هذا الصباح باش نقربكم يعني من الاثمنه ديال الخضار، وايضا تشوفوا الاثمنه مقارنه بالاسواق العموميه عند اصحاب يعني العربات المجروره هنا بهذه المنطقه. وارتئينا باش نجريو يعني هذا اللايف المباشر وهذا الروبورتاج عند احد يعني الباعة الجائلين هنا بالمنطقة اللي غادي يقربنا من الأثمنة. يعني الأثمنة ديال الخضار، يعني خزو شحال داير؟ خزو اليوم خزو طايح شوية، خزو داير 60 ريال، 60 ريال، 50 ريال، 60 جوج 100. بالنسبة لللفت كما كيعرفوا الناس يعني هاد الوقيتة هادي ديال الشهر 8 والشهر 7 هكا كيكون اللفت طالع شي شوية، داير الناس كيبيعوه بخمسة دراهم، حنا دايرين ليه 4 دراهم. وبالنسبة للثمن ديال الكورجيت هي طالعة هاد الأيام، البارح هبطت شي شوية دايرة 140 ريال، 120، اليوم طالعة حتى 10 دراهم. يعني كتشري صندوق البارح داير 2400، اليوم طالعة حتى 3000، 3600. شحال كتسقطوا للمواطن؟ كتسقطوا ب 10 دراهم 180. بالنسبه للفلفله، الفلفله يعني شاده في الثمن ديالها، يعني 1000 ريال 40 درهم دايره في هذا، كتسقطها للمواطن هكا ب 80 60، يعني شاده في الثمن ديالها. هذا هو الثمن ديال الفلفله 80 60. بالنسبه للدنجال، الدنجال كان طالع شي شويه هاد الثلاث ايام، هاد الثلاث ايام قبل كان داير الصندوق 60 درهم، دابا طاح شويه داير 40 درهم 35. كنسقطو في الاول كنسقطو ب 100 120، دابا كنسقطو ب 80 ريال 70 ريال. بالنسبه للمطيشه، مطيشه المحبوبه ديال الجماهير البيض ومطيشه. بالنسبه للمطيشه، مطيشه غدا في الزياده كما كيعرفوا يعني المواطنين، يعني هاد مورا العيد شاده غير 40 ريال، كان بيعها غير ب 40 ريال 30 ريال، ودابا وصلت 60 80، دابا كان بيعها ب 80. بالنسبه للمطيشه فاش كتكون السخونيه كيكون الثمن ديالها هابط شي شويه، حيت على حسب كطيب ليهم كتخسر ليهم وهذا، كيكون الثمن ديالها هابط. فاش كتكون شويه ديال البروده وهذا كيكون الثمن ديال المطيشه طالع، حيت المطيشه كتصبر يعني كتبقى صابره. دابا الثمن ديال المطيشه 4 دراهم اليوم، 4 دراهم يعني انت كتبيع فيها شي شويه كتدخل شويه ديال كتردها 3 دراهم 2 ب 100 وهذا. وبالنسبه للبصله كما كيعرفوا الناس يعني دارت معاهم المزيان في هذا العيد، دوزوها ب 40 ريال وهذا وب 60 ريال، دابا دايره 60 ريال هذاك الكوبه. يعني كاين الحريف، كاين الحريف ب 40 ريال 30 ريال، كركوبه دابا 60 2 ب 100، يعني طايحه بزاف، طايحه يعني قبل طايحه قبل العيد ومازال شاده، يعني دايره 60 ريال. العيد كيكون عليها اقبال، واش يعني العيد كيكون واخا كاين عليها الاقبال هذا العام، هذا العام ولا العام اللي فات يعني ما كانش ما طلعتش البصله، يعني دارت كانت كتوصل حتى ل 10 دراهم في العيد الكبير. دابا دوزوا الناس العيد غير كتدي 20 كيلو ديال البصله كديها غير ب 40 درهم، يعني ماشي شي حاجه، 40 ريال 60 باش بعنا العيد في العيد، 40 60 2 ب 100. بالنسبه لهاد البطاطا، هادي بطاطا راس السوق ديال البطاطا، صندوق ب 3000 ريال كنسخطوها ب 100 120. كاينه بطاطا، كاينه بطاطا قل 80 60، ولكن ماشي شي بطاطا، هادي بطاطا فريت وطاجين، هادي سميت هادي زيري ديال البلاد هنا ديال الشتوكا. يعني واش تبدل الثمن يعني؟ بالنسبه للبطاطا طالعه هاد الايام، طالعه بطاطا يعني صندوق 6 دراهم 100 ريال، قبل العيد بعناها غير ب 80 60 هكا، ولكن مورا العيد زاد شويه الثمن. القرعه في بلاصتها، القرعه حمراء على حسب الكاليتي، هذه 6 دراهم الكيلو. وبرقموز حتى هي بحال الاخرى، هذه برقموز هذه حتى هي ب 6 دراهم الكيلو.
والباربه هاد الايام ما بغاش تجلس في واحد البلاصه، مره كتطلع مره كتهبط، يعني الناس مره كياخذوها ب 100 ريال، مره 80، مره 60. اليوم دايره 60 ريال الكيلو، البارح بعناها ب 80 ريال. مره كتطلع مره كتهبط، هي في الجمله دايره 40 ريال 36، وكنسخطوها حنا ب 60 ريال. يعني هذا الشيء اللي كاين دابا. الخيار دار واحد طلعه خايبه بزاف، صاروخيه، داير في المارشي 3000 ريال، اليوم طاح شويه، طاح داير 2400. يعني غيوصل للمواطن، غيوصل للمواطن ب 140 120 الخيار، ما جدوش. هذا ما كان، يعني كنشوفوا ربما القدره الحمد لله خيرات بلادنا موجوده، الحمد لله الخير موجود، الخير موجود الحمد لله. دابا راه كما كتشوف هاد السلعه، يعني شوف الدنجال، شوف ماطيشه، شوف يعني الخضره نقيه ديال المواطن العادي. يعني كما كتشوف حتى هاد البلاصه فاش كاين، يعني كاينين مواطنين على قد الحال، وكاينين مواطنين يعني كنشوفوا الناس ما بقاوش كيمشيو للاسواق، كيفضلوا انهم يشريوا ربما يعني في الكراز، يعني ما تابعوا لا 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 كرا لا لا ضريبه لا. يعني هادشي اللي كيخلي المواطن انه يزحم على الكروسه. وحتى حنا الحمد لله راه كنديروا الثمن اللي يعني الثمن اللي مناسب، ديما ناقصه 2 دراهم 30 ريال على 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 المحل. هذا ما كان دائما المواطن عنده واحد الفكره ديال انه في الصباح كيكون الثمن شويه طالع، وفي العشيه كيكون الثمن رخيص. هذه النقطه غادي نشير ليها، هو انه فاش كتكون السلعه في الصباح كتكون حتى الجوده. يعني فاش كنشريو في السوق راه كتشري غير داك النص الصندوق الفوقاني، كيكون شويه يعني مليح كما كنقولوا. كيجيو الناس الصباح كيتقداو سلعه طريه، مازال ما ضرباتها الشمس، مازال ما يعني الواحد كيقول لك نجلس حتى العشيه، نمشي للسويقه كتكون رخيصه 40 ريال 60. حتى انا كندير ليها غير 40 ريال 60 ريال 30 ريال درهم كنكمل. كاينه مطيشه بجوج دراهم، ماشي ما قلناش ما كايناش مطيشه، ولكن كتكون ديك مطيشه طايبه شي شويه. هذه كتكون مطيشه، هذه مطيشه ديال الشلاضه شاده، يعني الواحد كيتستر على 10 ريال، ولكن مطيشه يعني عوض غادي ندي كيلو ديال المليح وغادي ندي 2 كيلو ديال القبيح. غادي يضرب عندي كيلو ديال المليح، كيلو ديال القبيح ما غاديش يصبر معاه، 2 كيلو ديال القبيح ما غاديش يصبر معايا. يعني غادي تجيبها اليوم الغد لي غادي تلقاها خمجات، غادي تلقاها. رسالتك للناس باش نختموا هذا اللايف. رسالتي للناس هو انه صراحة يعني اش غادي نقول لك، كاينين بزاف ديال النقط انني نقولهم يعني يدوزوا في الرسالة. الناس يعني الاولى هو الناس يتعاونوا مع اصحاب الكراس، حيت كتلقى اغلبيه ديال الناس ديال الكراس يعني ما خرجش للكراسه الا وانه يعني كما كنقولوا صافي، يعني ما عنده باش يكري محل، ما عنده شحال من حاجه. يعني كتلقى هو الاول في النقطه الاولى، كتلقى هو كيكون معيل ديال الاسره. كاينين الناس الله يهديهم، كاينين شباب يعني ما عنده لا اسره لا والو، كيجي كيدير فيها حوايج اخرين، ولكن كنقول للناس انهم يزعموا على الكراس. حتى الكراس يعني ما ماشي غير الديشي اللي كيجيبو، كاينين كراس كيجيبو المليح احسن من المول المحل. وما تسترش على 10 ريال او درهم، يعني راه بين المليح والقبيح راه كاينه غير 10 ريال ولا درهم. هذا ما كان، هذه هي الرسالة ديالي ديال الناس، ما نتشطروش على 10 ريال.